وبالتالي غالبا بقى النهارده هيكلمنا على الكلاود، وهنشوف ناس تتكلم على مجالات تانيه في الاي تي. الناس اللي بتتابعني اول مره عارفين احنا بنتكلم في الهجره، دي اول حاجه، في الشغل بره، في السفر، وطبعا مجالي مجال الاي تي. بس وهنسيب غلاب يبتدي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم من هنا. بس انا اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما اعرفش الدقيقه كام دي عشان تقطعها، بس انت برضه هتقطعها. لا لا تمام، انا كده كده يعني عرفت اللي دار قبليها فهعرف اكمل عادي. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم عن الكلاود بشكل عام، ايه هي اصلا. تمام، الناس اوريدي عارفه يعني ايه نتورك. الناس احنا بنتكلم دلوقتي من بدايه الناس اللي عندها بيزك نتورك، يعني الناس عارفه نتورك يعني ايه اساسا. تمام، لان ايه هي الكلاود اصلا؟ انت النتورك بتاعتك اللي موجوده او الريسورسز اللي عندك الموجوده في الشركه، انت بتخليها ان تنفع تاكسسها او تتحكم او توصل لها يعني من خلال الانترنت او من خلال بلاتفورم معينه. بتمانج الريسورسز بتاعتك اللي هي مثلا سي عندك 10 سيرفرات بنتورك كامله، انت بتقدر تتحكم فيها من خلال انترنت او من خلال بلاتفورم واحد. ده مفهوم الكلاود بشكل بسيط. تمام، عشان تبقى كلاود انجينير تعمل ايه؟ تبدا في الاول تدرس نتورك. تمام، يكون عندك اساسيات نتورك، يعني مثلا لو نتورك بلس معاك او سي سي ان اي انت تمام. تمام، هتبدا بعد كده هتشوف عندك في ثلاثه فيندورز للكلاود، في عندك مايكروسوفت وفي اي دبليو اس، تمام، وفي جوجل، وفي عندك كمان هواوي مؤخرا يعني. فكل واحده منهم بتبدا باللي هو بتراك الفاندمنتال. تمام، وبعد كده بتخش اسوشيتد، وبعد كده بتخش اللي هي ليفل اكسبيرت او البروفيشنال. طبعا الكلاود فيها تراكات كتير جدا، بس هنتكلم عن حاجات بسيطه يعني على مسمى وظيفي. مثلا ككلاود انجينير يعني بيعمل ايه، او الجونيور كلاود انجينير بيعمل ايه. انت بالظبط بتمانج وبتمانج الريسورسز اللي معاك او الانفراستراكشر بتاعه الكلاود، اللي هي السيرفرات اللي موجوده معاك في المكان. انت بتمانج السيرفرات دي وبتتحكم فيها كجونيور كلاود انجينير. وبتقدر تعرف السيرفيس اللي موجوده على الكلاود ايه. مثال بسيط، حاجه اسمها اي سي اس، او اللي هي الاليستيك كلاود سيرفر او الاليستيك كونتينر سيرفر. ده زي فيرتشوال ماشين بس على الكلاود. تمام، بتقدر تعمل بيها ايه؟ بتقدر تسطب عليها ابلكيشن معين، تستخدمها في حاجه معينه. طبعا انت فيزيكال ما تقدرش تستخدم الحاجات دي، لان هي ما تقدرش تقطع الريسورسز. يعني لو اديك مثال بسيط، لو انت عندك لابتوب مثلا كور اي 7 جيل 10 ورامات 32 والريسورسز بتاعته كبيره جدا، بس انت عايز تستخدم جزء بسيط منها. تمام، وتوفر الجزء الثاني في حاجه ثانيه، فالكلاود بتديك الاوبشن ده. في حاجه عندك اسمها هايبر فايزر، اللي هي يعني تتحكم في الريسورسز دي كلها وتبدا تقسمها لحاجات صغيره اللي هي الفيرتشواليزيشن. تمام، فدي حاجه دلوقتي الدنيا كلها رايحه لها، وكل الناس شغاله فيرتشواليزيشن، سواء على شركه في ام وير، او في كذا فيندور تاني، او هايبر في، في كذا فيندور بيقدم السيرفيس دي. بس ده حاليا كل الناس شغاله بيه، لان مش بتهدر الريسورسز بتاعتك وبتقدر تستخدمها في اكتر من حاجه. تمام، نخش بعد كده. انا عارف ان مشكله الكلاود انها حاجات تكنيكال كلها يعني. اتكلم تكنيكال، في ناس مهتميه بالموضوع ده. جزء الكلاود اركتكت، او ان انت تكون كلاود اركتكت، انت بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل مع الاي تي دايركتور والشيف تكنولوجي اوفيسر، يعني بتتعامل مع الهاي ليفل في الشركه، لان انت بتعمل بلان وديزاين لشكل الكلاود بتاع الشركه وبتحتاج ايه. يعني مثال بسيط، زي ما انت قلت في الاي ار بي سيستم، لو انت حبيت تطلع تعمله على اي كلاود، بتدور على كلاود معينه بتقدم الخدمه دي بسعر كويس وبسعر رخيص في اول حاجه، يعني ده في المقام الاول. وبعد كده بتشوف السيرفيس اللي عندها ايه المميز فيها، بتقدم سكيورتي سوليوشن، بتقدم مثلا اللي هي الفي بي سي، بتقدم ريكفري او باك اب سوليوشن. فكل الحاجات دي موجوده جوه الكلاود، فلازم اللي بيختارها هو الكلاود سوليوشن اركتكت. تمام،
الناس سقطت ولا ايه؟ لا لا لا، اصل ولا بتقول ابو لهب حاضر. انا مسمي نفسي ابو لهب، بصراحه بيتكلم في المجال بتاعنا فهو كويس، بس انا نفسي اغير الاسم بتاعه. بس ماشي، المهم كمل يا غلاب، نضحك على حاجه تمام. تانيه. فاحنا دلوقتي لو انت عايز تبدا كلاود فلازم تكون في الاول عارف نتورك، تمام؟ والكلاود انت مش بتشتغل بايدك قوي، يعني انت بتشتغل في حاجات كلها بتمانج الريسورسز اللي عندك. هي مفهوم الكلاود عامه ان انت الريسورسز دي بتقدر تتحكم فيها ثرو الانترنت يعني. وفي ثلاث انواع من الكلاود، في عندك اللي هو الاون بريمسز، وفي اللي هو اللي يعني بيكون موجود عندك في المكان، وفي عندك اللي هو الهايبريد، تمام؟ وفي عندك البابليك اللي انت بتتحكم منه ثرو انترنت من اي مكان. والهايبريد بيكون فيه جزئين، الهايبريد بيكون فيه جزء منه لوكال وجزء منه بابليك. اون بريمسز وجزء منه بابليك. طب والاون بريمسز بيكون لوحده يعني. طيب والبابليك ده انت بتتكلم على ازور مثلا، او اللي هو امازون او الكلام ده، اي دبليو اس، صح كده؟ بالظبط بالظبط، دول اشهر حاجه في البابليك كلاود. البابليك كلاود، اوكي. وطبعا يا جماعه الناس بتروح للكلاود ليه؟ الناس بتروح للكلاود عشان هاي افيلابيلتي وريدندنسي، وبيشيل اللي هي الاوبريشن كوست، ان هو مش هي مش هي مش هي حط على نفسه هيدك ان هو يامن الداتا بتاعته او الاوبريشن، يعني بيسيف كوست عليه. ايه الهاي افيلابيلتي وايه الريدندنسي؟ اشرح لهم، اشرح للناس. الهاي افيلابيلتي ان انت عندك دلوقتي مثلا ابلكيشن معين بيقدم سيرفيس معينه على سيرفر، السيرفيس دي لو وقعت، لو السيرفر ده داون لمده دقيقه واحده، انت بتخسر ممكن ملايين. فمش هخل مش هروح احط السيرفيس بتاعتي دي على سيرفر واحد، لا انا عايز احط هاي افيلابيلتي ان السيرفر ده ما يفصلش دقيقه واحده. فانا هروح لايه؟ هروح للكلاود سوليوشن. ان هو بيوفر لي ان بيكون في حاجه ستاند اب لاي السيرفر بتاعي، مش بتخلص الابلكيشن يداون ولو حتى دقيقه واحده. تمام؟ ففي البدايه اصلا اللي بيحكم الموضوع ده كله هو الكوست. تمام. يعني انت شغال في شركه معينه، الكوست بتاعك هو اللي بيحكم عليك، يعني الشركه لو قالت لك ميزانيتي كذا، فانت بتبدا بقى تختار السوليوشن المناسب للميزانيه دي، مش العكس. طيب انا عندي سؤال، مين اتفضل. احسن او ايه مميزاته وعيوب الـ AWS، وايه مميزاته وعيوب الازور؟ بص، هم حاليا معظمهم نفس تقريبا نفس السيرفيس بيقدموها، بس انت عندك AWS هي منتشره اكتر دلوقتي، تمام؟ بس حاليا معظم السيرفيس واحده، يعني معظمهم حتى هواوي بتقدم نفس السيرفيس، بس اللي بيفرق بينهم الكوست. تمام؟ الكوست وحته النود، يعني دي حتة مهمة جدا، اللي هي الزون، يعني في ساعات ابلكيشنز معينة ما ينفعش تطلع بره الدولة دي. فأنا لما باجي أختار مثلا سي أزور أو اي دبليو اس، بشوف الشركة دي ليها زون في المنطقة بتاعتي أو اللي أنا هستخدمها ولا لأ. تقصد داتا سنتر يعني موجودة فيزيكالي في البلد؟ فيزيكالي، أيوه. ما هو أنت لما بتيجي تختار الريسورسز بتاعتك بتختار على حسب السيرفر الأقرب ليك. ففي بعض الشركات او بعض الابلكيشنز لازم النود او المكان اللي فيه الداتا سنتر ده تكون جوه الدوله، يعني الداتا ما ينفعش تطلع بره. صح. لا، وده اكيد انا شفتها كتير كمان في الاي ار بي بالذات، عشان الجي دي بي ار يا جماعه، طبعا الناس عايشه في اوروبا في حاجه اسمها جي دي بي ار، وفي اللي هو داتا بروتكشن وداتا برايفسي والكلام ده، فالداتا لازم تكون موجوده في لوكيشن معين، يعني دول الاتحاد الاوروبي مثلا تبقى عاوزه الداتا هو الداتا سنترز الموجوده جوه الاتحاد الاوروبي. سنغافوره لما انا كنت شغال في حكومه سنغافوره، الاي ار بي بتاع حكومه سنغافوره نفس الكلام، كان لازم الداتا سنتر تكون موجوده جوه سنغافوريان سويل او الارض السنغافوريه، فده دي حاجه طبيعيه خالص. كمل يا غلب. بس فانت بتحط عوامل كتير قوي عشان تختار العوامل اللي هتختار عليها الفيندور اللي انت هتشتغل معاه، زي ما ذكرنا واحده منهم اللي هي الزون بتاعتك، وتاني حاجه الكوست مثلا، وتالت حاجه السيرفيس. مين كوستو اعلى ومين كوستو اقل؟ يعني بالترتيب من الاقل هواوي، وبعد كده مايكروسوفت، وبعد كده جوجل، وبعد كده اي دبليو اس اغلى واحده. اي دبليو اس، امازون. اغلى واحده ده حاجه طبيعيه، امازون اغلى على طول. بس امازون زي ما اتفقنا على حسب السيرفيس اللي انت هتختارها، يعني زي ما بيقولوا ايه، الغاوي نقط، يعني انت عايز حاجه قويه فهتدفع. تمام، زي الفل.
والكلاود انجينير هو اللي بيعمل سوليوشن اركتكت للنودز وللريسورسز والكلام ده، صح كلامي؟ الكلاود سوليوشن اركتكت هو اللي بيديزاين السوليوشن، يعني انا بديله البيزنس كيس او اللي انا محتاج اعمله، وهو بيقول لي الحاجه دي تتنفذ ازاي از كلاود سوليوشن. هقول له مثلا هتاخد كذا، هتاخد السيرفيس ديت ومعاها حاجه تانية، ببدا ديزاين الشكل السيرفيس اللي انا هاخدها. طيب ايه الكارير باث بتاع الكلاود انجينير او السوليوشن اركتكت بتاع كلاود؟ وفي تراكات كتير قوي جواه، تمام، بس هو عامه تبدا الفاندمنتال، تمام، وبعد كده بتبدا انت تشوف عايز تكمل فيه. لو انت عندك باك جراوند سكيورتي وسايبر سكيورتي، بتبدا حاجه اسمها، بتخش حاجه اسمها كلاود سكيورتي اناليست، اللي هو بتقدر تعمل مونترنج للداتا والاكسس اللي بيحصل عليها على الكلاود بتاعتك، وبتشيك الفرنابيليتيز اللي هي يعني ان في ثغرات او حاجه، تمام، بتقدر تمونتر الكلاود بتاعتك. يعني شغلته ان هو بيمونتر الكلاود وازاي تكون سيف. جميل. طبعا. في عندك بقى جزء الديف اوبس، ان انت بتكون بقى ديف اوبس، ان انت بتعمل اوتوميشن للكلاود بتاعتك. لو انت عندك لو انت عندك ديفلوبمنت انفايرمنت، فانت بتعمل اوتوميشن ليها. مثال بسيط، مثلا عندك ديفلوبرز بيشتغلوا، فمجرد ما يرفعوا الكود انت بتحط زي بتعمل حاجه اسمها سي اي سي دي، وبتعمل بايب لاينز، تمام. الحاجات دي كلها بتعمل زي اوتوميشن، بتغير مفهوم البروجرامنج القديم يعني. تمام. يعني انت هو بس الديف اوبس طبعا ما اقدرش اقول عليه كلاود انجينير يعني، بس هو عشان تشتغله لازم تكون معاك كلاود، يعني عارف كلاود. عارف كلاود. طيب ماشي، ده تراك. ايه التراكس الثانيه؟ سمير هيدخل معانا برضه يتكلم، بس ايه التراكس الثانيه يا غلاب؟ بص انا هقول لك تراكات اسمائهم بس يعني اكيد مش متعمق فيهم. لا. يعني في عندك عندك الاي او تي، في اي او تي في الكلاود، وفي جزء اي اي، تمام، يعني ده في AWS، وفي جزء تاني ليه علاقه ثواني خليني اشيك برضو على بقيه السيرتيفيكت اللي نازله. يعني انت لو دخلت، لو الناس دخلت يا جماعه على AWS وكتبت الكارير باث، هتلاقي في كل تراك منزلين في الكلاود سيرتيفيكت معينه، منهم الاي او تي ومنهم السكيورتي ومنهم الاي اي وايه تاني، في الويب طبعا. انا عندي سؤال معلش هقطع كتير، هو اللي بيشتغل AWS بيشتغل برضو ازور وبيشتغل هواوي، ولا كل واحد بيبقى كلهم نفس الكونسبت؟ طب يعني ما، لا انا قصدي انا ينفع اكون الاثنين مع بعض AWS كلاود انجينير وازور كلاود انجينير؟ طبعا، ولازم اصلا تكون عندك اكتر من فيندور، ما ينفعش تعتمد على واحد بس. ليه؟ اشمعنى؟ ليه؟ لان انت ببساطه كده مش كل الشركات بتشتغل حاجه واحده، يعني انت ممكن اصلا وانت بتدور على شغل عشان فرصه ان انت تصادف تشتغل لازم تكون في السي في بتاعك انا بعرف اجور وبعرف اي دبليو اس وبعرف هواوي، فانت لازم تكون عارف كل دول. ما هو ده اللي انا هسالك عليه، هو ايه اللي بيقول ان الشخص ده كلاود انجينير قوي، وايه اللي بيقول يبقى ده ينفع يبقى لا، اللي بيخليني اقول ان انا كلاود انجينير قوي او كويس؟ ان انا زي ما بيقولوا كده، ان انا عارف السيرفيسز او الكونسبتس ايا كان بقى الفيندور ايه، يعني عارف يعني ايه فيرتشواليزيشن، عارف يعني ايه في ام اي او فيرتشوال ماشين، يعني عارف يعني ايه في بي سي، عارف يعني ايه في بي ان، يعني الكونسبت نفسها انت عارفهم، فسواء اللي جاب لك الجن يعني هتعرف هتسيرش ازاي تعملها او ازاي السوليوشن بتاعها. طب نسال سؤال تاني يا غلاب، الناس دي مطلوبه فين؟ الناس دي مطلوبه في كل حته، بس في الاغلب بتكون في شركات اللي هم بيقدموا كلاود مايجريشن، يعني خدمه الكلاود مايجريشن، تمام، وفي شركات اللي هي طبعا زي علي بابا مثلا، او الشركات اللي هي بتقدم اصلا خدمه الكلاود. في عندك علي بابا دي مشهوره جدا في الصين، وفي تينسنت، وفي تينسنت، وشركات زي دي كلها تينسنت دي شركه يعني كانت بتعمل العاب، هي اللي عامله بابجي بالمناسبه، يعني العاب زي بابجي، فهي برضه عاوزه كلاود انجينيرز كتير. وغير طبعا الشركات العاديه، شركات الاي تي سوليوشنز العاديه بتحتاج حد كده، لان انت بتبيع اصلا السيرفيس دي للناس. لما بتكون بارتنر مع اي فيندور بتبيع لهم السيرفيس، يعني بتبيع لهم السيرفيس بتاعت الكلاود.
طب نحاول نربطها شويه بالاي ار بي عندي. طبعا لو انت مثلا سوليوشن بروفايدر او اللي هو زي اوراكل فيوجن مثلا اللي هي اوراكل كلاود، دول بيبقوا عاوزين كلاود انجينيرز. اه طبعا طبعا. واديك مثال بسيط، مثلا ساعات مثلا انت ممكن تكون شركه تيجي تقول انا عايز حاجه اسمها سوفت وير از ا سيرفيس. اه انا فاهم، هي دي سوفت وير از ا تمام. سيرفيس. اه او تيجي تقول لي انا عايز انفراستراكشر از ا سيرفيس او بلاتفورم از ا سيرفيس. ما هي كلها، ما هي دلوقتي كلها كده. اه كل واحده من دول هتطلبها، المفروض انا اللي هقدمها لك الكلاود انجينير، انا اللي هكون حلقه الوصل ما بينك وبين الشركه اصلا. فانت بتتكلم اللغتين، بتتكلم اللغه بتاعتهم وبتتكلم اللغه بتاعت الشركه بتاعتك. بالظبط، لازم تكون فاهم، يعني تكون فاهم السوليوشن اللي هيجي لك من العميل عشان تعرف تدي له السيرفيس الصح. انت اللي بتعمل رود ماب للموضوع كله؟ بالظبط. انت يعني انت بيجي لك مثلا الديفلوبر او السوفت وير انجينير يقول لك والله انا عندي الابلكيشن ده وعايزه يفضل دايما شغال ويكون مثلا مكانه في مصر ويكون في سكيورتي كذا وهاي افيلابيلتي، انت بقى تبدا تصمم له السوليوشن كامل وترشح له سيرفيس تنفع معاه. طيب هسالك سؤال وبعدين عايز ارحب بسمير. سؤالي، لو واحد عاوز يدخل المجال فروم زيرو وعايز خلال سنتين ثلاثه يبقى كويس فيه بحيث ان هو يقدر يلاقي شغل في حتت كتيره في العالم، يعمل ايه خطوه بخطوه؟ بص، انا زي ما قلنا لازم يكون عنده اساسيات نتورك، واللي يقول لك غير كده يعني معلش في الكلمه، لان انت اصلا الكلاود هي عباره عن ايه، ان انت عندك اصلا نتورك داخليه او ريسورسز موجوده في مكان وانت بتبدا تشيرها بره او تتحكم فيها ريموتلي يعني، فانت لازم تكون فاهم اللي تحت الاول عشان تبدا تفهم اللي فوق. تمام. والمسميات اللي تحت بتلاقيها برضو في الكلاود، يعني مسمى الفي بي ان والدي اتش اس بي والبي بي سي، كل الكلام ده انت بتشوفه فوق بس على سكيل كبير وسكيل بتتحكم فيه عن طريق سوفت وير. تمام. جميل. فانت معاك اساسيات نتورك، ابدا بقى خد فاندمنتال، ابدا خد كلاود فاندمنتال سواء من جوجل سواء من هواوي سواء من اي فيندور كان، بس يعني افهم يعني ايه كلاود. تبدا مثلا بجوجل فاندمنتال بتاعت الكارير، في كارير باس بتاع جوجل حاطين فيه كلاود فاندمنتال هيشرح لك يعني ايه كلاود، يعني ايه برايفت، يعني ايه اون بريمسز، يعني ايه هايبريد. هيبدا يبقى يشرح لك كل تفاصيل الكلاود. بعد ما تفهمها صح يا جلال، ابدا بقى. الكورسات دي فين؟ على جوجل. الكورسات دي موجوده فري على جوجل. الكورسات دي الناس تخش على مايكروسوفت ايجور وعلى جوجل كلاود وتكتب هواوي كلاود، كمان كل الكورسات دي فري، الفاندمنتال كلها فري. فري على انهي بورتال جلاب؟ على البورتال يعني بتاعهم نفسه. تمام. يعني يا جماعه بص، انت هتخش مثلا على هواوي، اكتب الاي ليرنينج بتاع هواوي مثلا، هتلاقي فيه الكلاود فاندمنتال. خش على جوجل، اكتب في سيرش بتاع جوجل، اكتب جوجل كلاود فاندمنتال، هتلاقي الكورسات بتاعتهم موجوده فري، الفاندمنتال على الاقل. تمام. كله انجلش يا جماعه، مفيش عربي، بس انت واخد من الفيندور على طول، فعربي دي استحاله. بالمستحيل. انت لو بتدور على العربي فانت افتح يوتيوب، اكتب كلاود فاندمنتال شرح، هيطلع لك مليون واحد بيشرح، فانت يعني تختار بقى يعني. بس انا ما انصحش حد، انصح خد من فيندور، ما تاخدش من حد يعني. طيب خدوا الكورسات وعرفوها وكل ده، بياخدوا السيرتيفيكت الاول عليها ولا لا؟ يعني لو خد من جوجل نفسها از فيندور بص الكورسات اللي هياخدوها الفاندمنتال والاساسيات والاسوشيتد والكلام ده مش هتشتغل بيها طبعا، يعني دي بدايه بس. ممكن اي دبليو اس انت ممكن لو خدت الاسوشيتد تشتغل بيها، بس ايه بقى؟ تاخد اسوشيتد كلاود اركتكت، فكل واحد منهم ليه ليفلات، يعني انت بتبدا فاندمنتال وبعد كده اسوشيتد وبعد كده اللي هي الاكسبرت. فنصيحتي للناس خد الاساسيات بتاعت الفاندمنتال، وبعد كده انت اصلا اول ما تاخدها هتبدا بقى تشوف انت عايز تكمل في ايه في الكلاود. طيب تمام. يدخل ازاي المجال؟ خد السيرتيفيكتس دي وكل حاجه، او خد الكورسات دي من البورتال بتاع الفيندور وكل حاجه، ازاي يقدر يدور على شغل؟ ببساطه هيفتح، يعني لو هيكون جونيور طبعا كلاود انجينير، هتفتح لينكد ان تشوف الجوب ريكويرمنتس ايه في ككلاود انجينير، هتلاقيه كاتب لك شويه حاجات بسيطه جدا كده. تمام. ابدا شوف انت معاك كام منها. على فكره مش مجال ولا معقد ولا صعب يا جماعه، بس هو الفكره هو مبني على حاجه، مبني على مجال قبليه،
يعني ما ينفعش تبداه من البدايه لوحده كده، اللي هو انا السلام عليكم بقيت كلاود انجينير، ما فيش كده. ليه بري ريكويزيت؟ ليه بري ريكويزيت؟ صح كده. وزي الديف اوبس برضو، يعني الناس كلها اتكلمت في موضوع الديف اوبس، انت بيكون تراكات كتير جدا، وبس انت النولج بتاعتك فيهم بليفل معين، 10% هنا، 20% هنا، 30% هنا، وكل بقى كل حاجه من النولج اللي عندك دي كل ما يكون عندك توسع فيها اكتر، كل ما بقيت سينيور، بقيت اكسبيرت، وهكذا. تمام.